أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها الوضع في تعز بين التجاذبات السياسية وقذائف الانقلاب. لأكثر من عامين بقيت تعز جغرافيا منسية لا تتذكرها سوى قذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع التي لم تتوقف حتى اللحظة لتتجرع المدينة موتا يوازي الموت المسلط على كل مدن اليمن تقريبا. وفي حين لا تزال قذائف حلف الانقلاب تنهال على رؤوس أبناء تعز ظهرت على السطح منذ فترة وخصوصا منذ تحرير معظم المدينة مشاكل يراد لها إغراق المحافظة في حرب أخرى لا تقل خطراً عن خطر العدو المتربص على تخومها بشكل أو بآخر. لا يمكن الفصل ما بين ما يجري في تعز الآن عن المشكلة الأكبر التي تتخبط فيها السياسة اليمنية بلاعبيها المحليين والإقليميين. فخلال العامين الماضيين لم تحصل تعز على الدعم اللازم لاستكمال التحرير، وهو ما جعل الحرب فيها تبدو مصممة لاستنزاف المدينة وقواها بإرادة أطراف كثر. ومع تحول الحرب إلى مواجهات متقطعة على الأطراف تحول سلاح بعض فصائل المقاومة إلى سلاح منفلت في بعض الأحيان يوجهه البعض ويستخدمه لحساباته الخاصة. في الواقع انعكس على شكل أزمة تكبر كل يوم وتغرق فيها المدينة التي كان ينتظر منها أن تمثل رافعة للمشروع الوطني الكبير، ولكنها الآن في طريقها لتصبح أزمة أخرى داخل الأزمة اليمنية وعبئا مضافا على المشروع الوطني قبل اندلاع الحرب. كانت الحالة الحزبية إذن اليمنية قد وصلت إلى حالة متقدمة من انعدام الثقة بين مكوناتها، ولكون تعز بؤرة التحزب في البلد فقد ألقت هذه المشكلة بأثرها السيء على الوضع في المدينة على شكل أزمة ثقة بين فصائل العمل الوطني التي تتجاذبها هذه الأحزاب والقوى السياسية، ما دفع بعض القوى للمضي وراء مشاريع أقل ما يمكن القول عنها أنها مشبوهة وتدفع المدينة إلى طريق آخر. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من القاهرة رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح في تعز الأستاذ أحمد عثمان، ومن تعز رئيس مركز جهود للدراسات والتنمية الأستاذ عبد الستار الشميري. وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، لماذا تحولت تعز على ما يبدو وكأنها ساحة لحرب خفية داخل الحرب الكبرى؟ والبداية معك أستاذ عبد الستار الشميري. اهلا وسهلا بكم في قناة بلقيس. اعتقد انه قبل البدء نترحم سويا على الشهداء الذين سقطوا اليوم ويوم امس من مدنيين ومن شباب في الجبهات اثر القذائف المتتالية خلال اليومين الماضيين. وللدخول في الموضوع مباشرة استطيع ان اسلك طريقين. الطريق الأول أن يكون هناك شفافية وطرح معلومات ووقائع تحلل المشكلة كما هي، وهذا يحتاج إلى شجاعة ويحتاج أيضاً إلى مراعاة الظرف الذي ربما قد لا يكون مناسباً أن نتحدث عن خبايا كثيرة للأسف الشديد نتجرعها من سلطة الأمر الواقع داخل المدينة، ونحن نستقبل أيضاً قذائف الميليشيات. ولذلك سأحرص في هذا اللقاء أن أكون متوسطاً ودبلوماسياً بقدر الإمكان مراعاة للشعور العام للمشكلة الكبرى التي نواجهها سوياً من قذائف الحوثي صالح. على أن أعد قناة بلقيس في حلقات قادمة ينبغي أن تفتح بالفعل وتفتح بصدق ملفات تعز الشائكة الأمنية منها والعسكرية، لأن هناك إشكاليات حقيقية تستحق النقاش. في تقديري أن الإشكالية في الداخل توازي إشكاليتنا مع الحوثي تماماً، كما أننا نتلقى كل يوم ضربات شديدة من ميليشيات الحوثي، نتلقى من سلطة الأمر الواقع سلطة تفرض على الأرض وقائع ليست جيدة. نحاول بكل ما نستطيع بالقول وبالنصح وبالمعارضة أحياناً أن نصحح تلك الأوضاع، ولكن واقع تعز سواء منه العسكري غير مرضي، وأدلل على ذلك أن معظم ألوية الجيش في تعز
لا تزال غير مندمجة، لا تزال اسمها ألوية، ولكن طيب هي في الحقيقة كلام كبير، كلام كبير وخطير جدا أستاذ عبد الستار. يعني يعني نفصله في النقاش، يعني تتحدث عن مشكلة لا تقل خطرا عن مشكلة يعني الوجود الحوثي، الحوثي وحليفه الانقلابي يعني على تعز. ما رأيك أستاذ أحمد، هل ترى فعلا بأن حجم المشكلة في تعز إلى هذا الحد، ولماذا؟ طبعا الاساسيه يمكن هذه المشكله اساسا، استاذ احمد اذا هناك مشكلة في الصوت، أرجو إلى أن تحل هذه المشكلة سأعود إلى الأستاذ عبد الستار. أتمنى من الأخوة الفنيين حل المشكلة. أعود إليك أستاذ أحمد، يعني أعود إليك أستاذ عبد الستار، كنت تتحدث عن مشكلة كبيرة توازي مشكلة الانقلاب في تعز، وهي مشكلة ما أو ما وصفتها بسلطة الأمر الواقع. من تقصد بها سلطة الأمر الواقع في تعز؟ سلطة الأمر الواقع هي السلطة الفعلية التي تقبض على القرار العسكري والقرار المالي والقرار الإداري والقرار الإغاثي والقرار الأمني. هذه السلطة في ركيزتها تحت مسمى مجلس تنسيق المقاومة، تحت مسميات فصائل المقاومة، تحت مسميات كثيرة، ليس منها السلطة المحلية البتة. السلطة المحلية في تعز اسم صوري لا يمارس ولا يستطيع ولا يراد له أن يمارس دوره الحقيقي كسلطة في محافظة تعز. هذه السلطة يغلب عليها التيار الديني عموماً، تيار الإسلام السياسي والتيار الديني، متمثل بالإخوان المسلمين، متمثل ببعض فصائل جماعات العنف، متمثل ببعض العصابات أيضاً. هل تضعهم سيد عبد الستار جميعهم في سلة واحدة؟ يعني تتحدث عن التيار الديني بشكل عام هكذا تصفه، يعني من أكمل سؤالي فقط عبد الستار، يعني تتعاملوا مع حزب الإصلاح مثلا كتيار ديني مثلا منخرط بالمقاومة مع التيارات المتطرفة الأخرى وكأنها كيان واحد، هذا ما أفهمه من كلامك؟ كسلطة أمر واقع هي كيان واحد متفاوت الدرجة، وربما الإخوان المسلمين لهم اليد الطولة في كل ما يجري في تعز من عدم السماح لألوية الجيش أن تصبح واقعاً ألوية جيش، من استفراد بالقرار، من التعيينات الخرافية، من القيادة المدنية وإزاحة القيادة العسكرية، تم إزاحة كل ضباط القوات المسلحة، ونعاني من هذه الإزاحة أن هناك خذلان وهناك تلكؤ وهناك بطء في معركة التحرير. كذلك كل هذا يتحمله الإخوان المسلمين إذا الإصلاح. طيب طيب أستاذ عبد الستار، يعني قلت تحدثت كلاما كثيرا، يتحمل الجميع ولكن في مقدمة الرئيسية هم التيار الديني عموما. سأحاول أفهم منك لاحقا يعني لماذا يتحمل التيار الديني تحديدا المسؤولية الأكبر، لكن أتمنى أن يكون جاهز الآن معنا الأستاذ أحمد عثمان. أرجو أن تكون قد استمعت إلى إجابة السيد عبد الستار، ويتحدث عن مشاكل كثيرة في تعز يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الرئيسية التيار الديني، تحدث عن تيار ديني وتحديدا الإخوان كما تحدث، ربما هو يشير إلى حزب الإصلاح. ما ردك؟ أنا آسف جدا لهذا، ما بيكلم هذا يعطل فيه. إذا يبدو أن المشكلة زالت قائمة، أتمنى أن يتم حلها حتى لا يتحول إلى نقاش ثنائي بيني وبين الأخ عبد الستار. طيب أستاذ عبد الستار، يمكن أن توضح لنا يعني ما قصة يعني التيار الديني الذي يستحوذ الآن على القرار السياسي والعسكري في المدينة؟ هل تتحدث أنت الآن عن هل أستاذ أحمد جاهز؟ طيب أستاذ أحمد عثمان تفضل. إذن طيب
إلى أن تحل المشكلة. سأعود إليك أستاذ عبد الستار، يعني اشرح لنا قصة التيار الديني هذا الذي تسبب في كل هذه المشاكل لتعز، وما الفرق بين هذا الخطاب الذي تتبناه أنت الآن وبين خطاب الإنقلابيين الذين على أساسه دخلوا إلى تعز ووصلوا إلى عدن؟ هم كانوا يتحدثوا عن الدواعش ويقصدوا بها طبعا حزب الإصلاح كما تعرف، إذن هنا الخطاب يتطابق مع الإنقلابيين. عزيزتي باختصار شديد، كما قلت لك نستطيع أن نوصف الأمور كما هي بشجاعة وبجراءة، وأن نسمي الأمور بمسمياتها، ونستطيع أن نضيع حلقات في بلقيس وغير بلقيس ونهرب من المشكلة وقدرها. أنا أتحدث وأحاول كمدينة أحبها وكمحافظة أوصف المشكلة كما هي بدون رتوش وبدون كذا، وأيضا بمستوى من الدبلوماسية قد لا أقول كل ما أعرف من حقائق، يعني عل وعسى قادم الأيام تأتي بجديد لحل إشكالياتنا في تعز. ما تم في تعز هو ملشنة الجيش، ما تم في تعز هو ملشنة القرار السياسي، ما يتم في تعز هو فساد في جباية الإيرادات لتعز وهي بالملايين بل بالمليارات. ما يتم في تعز هو طيب خلينا في جزئية ملشنة الجيش، إزاحة العسكريين حتى نعم وإتيان بمدرسين ليس لهم خبرة في الجيش وإزاحتهم أيضا عن مواقع القرار الأمني. ما يتم في تعز إشكالية بمعنى انقلاب على الدولة، انقلاب يعني بدل أن نؤسس لدولة، بدل ما نؤسس لمؤسسات، بدل ما يكون محافظ موجود ونحميه، بدل ما يكون مدير أمن هو الفاعل الأمني، تحاول هذه القوى أن تكون هي الأقوى، أن تحصل على المكاسب الأكبر، أن تصنع لنفسها مراكز ضغط وقوى وتزيح الدولة وتعيق مسارها، كان المسار هذا مساراً مالياً أو مساراً أمنياً أو مساراً إدارياً. هذه في اعتقادي أنها جريمة، ولكن أنا أقولها أنا بنقد، وأن الموضوع ليس مستحيل الحل. لو لم أتحدث بهذا الأمر ولو لم يقل غيري ولم يتكلم الناس، وأنتم لو نزلتم ستسمعون هذا الكلام في الشارع، في شارع تعز، وكثير من الناقدين يطرحون ذلك، ربما أنا فقط أطرحه بدون رتوش وآخرين يطرحونه مغلفا. أنت تضعه بدون رتوش لكن بدون توضيح. سيد عبد الستار، أنت تضعه لماذا لا يوجد أمن في تعز؟ تسألون لماذا لا يوجد تحرير لتعز؟ تسألون لماذا هناك خلاف سياسي في تعز؟ قدر المشكلة ما أقوله الآن. لماذا؟ لأن هناك قوى فرضت نفسها كما فرض الحوثي نفسه في صنعاء وفي إب ويؤسس لميليشيا، هناك قوى التجمع اليمني للإصلاح شارك في بإيجابية في البداية، لا أستطيع أن أقول غير ذلك، وكان في مقدمة الناس وكنا معا في مقدمة من يعني خرج ضد الانقلاب، ولكن مع بداية تأسيس للدولة ومع بداية إصلاح الدولة ينقلب تماماً على مشروع الدولة ويؤسس لكيانين موازيين، كيان باسم الدولة وكيان موازي للدولة، وهذه هي مشكلتنا. بمعنى هل لدينا الآن لواء اسمه 22؟ اسماً لدينا لواء 22، واقعاً لا يوجد، وأتحدى أن تأتي لجنة عسكرية وتقول أن هناك لواء حقيقي، هناك مجاميع مسلحة. القصة في تعز أن المقاومة ممتازة رائعة كشباب، شباب يموتون بالآلاف، يموتون يقدمون أسمى ما لديهم، لكن طيب القيادة لا توازي هذا السموم ولا توازي أنتم تتحدثون هذا العنفوان. طيب أنت تتحدثون الآن عن تفاصيل نسمعها كثيرا حول انشقاقات يعني أو محاصصات داخل الجيش وميليشيات كما أسميتها، ميليشيات داخل الجيش. هذا الكلام لا نسمعه إلا في الخطاب الإعلامي لفصيل معين داخل تعز ولطرف معين داخل تعز، على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد السياسي. على الميدان حيث يقاتل الرجال لا نجد هذا الخطاب، يعني لا أدري هذه الفجوة ما سببها. يعني أنتم تحدثوا عن أمر هو غير موجود في جبهة القتال، هو موجود فقط على الصفحات التواصل الاجتماعي، على الإعلام، في بعض المقاير المغلقة لبعض السياسيين. يعني ما سبب هذه الفجوة؟ لماذا لا يظهر هذا الخلاف على الأرض؟ في الحقيقة هو موجود واقع على الأرض ويتجلى في المظاهر الآتية: لا يوجد أمن لأن هذا الخطاب صحيح، ولا يوجد ألوية عسكرية بمعنى لأن هذا الخطاب صحيح. الشباب مشغولون في الجبهات لكن بقيادة ليست قيادة عسكرية، ويدفعون ثمن هذا من دمائهم ومن إمكانياتهم، ثمن ذلك يدفعه الشباب، أكثر من 126 حادث اغتيال خلال هذه السنة في شارع جمال وشوارع أخرى من شبابنا، أكثر من كثير من ذهبوا من الجرحى دون اعتناء حقيقي.
فهذا ليس خطابا إعلاميا، هذا مشكلات تعز التي تسمعون عنها. هل أنتم كقناة تعلمون أن الأم في تعز منفلت؟ هل أحد ينكر ذلك؟ إذا ما هو السبب؟ لا لا لا. ما أقوله هو السبب. حزب الإصلاح هو السبب؟ حزب الإصلاح هو السبب. تفضلي. يعني أنت تقول بأن المشاكل الأمنية والمشاكل السياسية ومشاكل عدم اندماج المقاومة في الجيش جميعها هي مشكلة حزب الإصلاح. سلطة الأمر الواقع متمثلة بالإخوان. دعنا، أنت قلت ستتحدث بدون رتوش، يعني أنت تتحدث عن حزب الإصلاح، عن المشكلة الرئيسية في تعز هو حزب الإصلاح. لا، أنا أتحدث عن أوسع، أتحدث عن أوسع من حزب الإصلاح. حزب الإصلاح طيب أحد. طيب وسع الدائرة، خلينا أنا لم أسمع منك أي طرف غير حزب الإصلاح، اذكر لي أطراف أخرى مع حزب الإصلاح حتى أتحول إلى ضيفنا أحمد عثمان. أوكي، التيار الديني بكافة ألوانه، ابتداء من جماعة العنف، مرورا أبو العباس مثلاً، الجماعات المتطرفة، أبو العباس مثلاً، أبو العباس حتى الآن لم ينضم، وهذا هو من المشاكل أيضا في تعز، أن جماعة أبو العباس حتى هذه اللحظة مثلها مثل ميليشيات الإخوان المسلمين لم تنضم في الجيش. لا زال معظم على شاكلات جماعة أبو العباس، وعلى شاكلة جماعة أبو لؤي، وعلى شاكلة جماعة داعش، وعلى شاكلة جماعة القاعدة، وعلى شاكلة جماعة الإخوان المسلمين. طيب إذا أستاذ أحمد عثمان، داعش والقاعدة وحزب الإصلاح والسلفيين في سلة واحدة، هكذا يراها بعض السياسيون في تعز، ما تعليقك؟ أيوة سلام. تفضل سلام. طبعا للاسف الشديد الان اسمع عن الاخ عبد الستار يتكلم كلام مرسل وكلام غير مستغرب، لان الاخ عبد الستار منذ مده وهو يقوم بدور التحريض على المقاومه. اولا يجب ان نعرف ان المقاومه في تعز مقاومه شعبيه، كل الاحزاب وكل القوى قامت لتصدى العدوان ونجحت نجاحا باهرا. الان كانت المقاومة تقاوم في 2 كيلو دخلت مدينة تعز، وأصبحت الآن تقاوم في جبهة طولها 350 كيلو ب30 جبهة، والشهداء كلهم يسقطون. هؤلاء هم المقاومة الذي يسميهم الأخ عبد الستار دواعش، أو يسميهم الأخ عبد الستار حزب الإصلاح. هذه النغمة طبعا نغمة لا تختلف فعلا مع النغمة التي نسمعها من التلاميذ للأسف الشديد، لكنها تلقى باسم المقاومة، وهناك تناقض غريب. الآن هناك فعلا، أنا مع الأخ عبد الستار عندما يقول أن المشكلة في تعز مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة فعلا، لكنها مشكلة كبيرة لأنها جبهة من صناعة الانقلاب ومن صناعة أطراف ضد تعز. هناك الوضع الأمني غير مستقر، لأن المقاومة في الجبهات، بينما الذي اغتالوه هم عناصر المقاومة، عناصر الجيش الوطني. هذه الجهات اللي تغتال أكيد ليست المقاومة تغتال نفسها، ولكن هناك العناصر الأول، الجهات التي تحارب تعز وتحارب تعز، هي التي تحرك عناصرها الحربية للاغتيال، وتحرك عناصرها الإعلامية لإحداث الإرباك والدوشة للأسف الشديد. لكن أنا متأكد أن الحاضنة الاجتماعية داخل تعز والمقاومة داخل تعز موحدة. هناك مشاكل صحيح، لكنها مشاكل صغيرة وغير مضخمة. المشكلة في التضخيم الإعلامي وفي تضخيم بعض الشخصيات وبعض الأفراد الذين فقدوا مصالحهم، الذين كانوا يسمون أنفسهم في البداية قادة مقاومة، ثم رأوا أن مصالحهم ذهبت بعيدا، أخذوا بعد ذلك يحرضون على تعز ويحاولون أن يتناغمون مع بعض الأصوات التي تحارب تعز وتحاول أن تظهر تعز بأنها دواعش وأنها إرهاب. وهذه نغمة يعرفها أبناء تعز ويعرفها الشعب اليمني. لو كان هو تحدث أيضا أستاذ أحمد، هو تحدث بأن حزب الإصلاح أو أعضاء حزب الإصلاح المنخرطين ضمن المقاومة يرفضون الاندماج في الجيش، وهو يصفهم الآن بالميليشيات، كيف ترد؟ هذه طبعا بالضبط نغمة الحوثيين والميليشيات الحوثية والانقلاب. حزب الإصلاح لم يدخل في المقاومة كحزب إصلاح، ولا يوجد جبهة اسمها جبهة حزب الإصلاح، يوجد جبهة اسمها جبهة تعز. والان جبهة تعز كلها انخرطت في الجيش الوطني، ويوجد الان افراد في الجيش الوطني يحاربون تحت لواء الجيش الوطني في اللواء 22 واللواء 35 واللواء 35. هؤلاء هم مقاومه تعز،
منهم الاصلاحي ومنهم الاشتراكي ومنهم الناصري ومنهم المؤتمري ومنهم المستقل منهم الحاضنه الشعبيه. هؤلاء كلهم لا يتحركون باسم الحزبيه وانما يتحركوا باسم المقاومه، وهناك من يعمل جاهدا لتسييس هذه المقاومه ومنشنه هذه المقاومه وتصويرها بانها عباره عن داعش وعباره عن ارهاب، تسويقها للعالم، تسويه للعالم، تسويه وتحريض العالم ضد تعز. وبعضهم وصل الى حد انه يتحدث عن اسلحه كيماويه في تعز. هناك عبث يجري، لكن صدقيني ان تعز بخير رغم كل المشاكل. نعم استاذ احمد، برايك من يقف وراء هذا العبث؟ لمصلحه من يعني هذا الخطاب وهذا الاداء؟ نعم اعيد السؤال يا استاذ، ضعيف الصوت. كنت أسألك لمصلحة من نسمع هذا الخطاب وهذا الأداء السياسي داخل تعز والذي يضرب مقاومة تعز ويضرب نضالات تعز وتضحيتها خلال الفترة الماضية منذ الانقلاب؟ السؤال مش واضح. من يقف وراء كل الاختلالات التي ذكرتها قبل قليل؟ نعم سيدتي، الذي يقف وراء الاختلالات طبعا هناك عدة جهات تحارب تعز. نحن لا نستطيع أن نفصل تعز عن المسار التاريخي لنضال تعز. تعز فعلا هي اليمن، تعز هي تحمل مفردات الثورة، هي الوحدة وهي الثورة وهي الدولة وهي الجمهورية. هذه المفردات أعداء الجمهورية وأعداء الوحدة وأعداء الاستقرار وأعداء الدولة. هناك أعداء كثر لتعز، وفي قمة هذه الأعداء هم الانقلابيين الحوجي وصالح ما له من أيادي وأجندة داخل تعز، يحركون طبعا الأجندة الخاصة لمحاولة زعزعة الأمن في تعز. هناك آليتين تعمل داخل جبهة تعز، هي الجبهة التي تمارس الاغتيالات وتمارس زعزعة الأمن في تعز، والجبهة الإعلامية اللي تحاول التضخيم والتحريض والتشويه لتعز. هذا أمر واضح، هذه جهتين يحركها الانقلابيين وعفاش بالذات. نعم الانقلابيين، إذا الانقلابيين وعفاش تحديدا أستاذ عبد الستار، يعني هذا الخطاب الذي أنت تتبناه نحن تقريبا تماما ربما نسمعه في قنوات الانقلابيين بالحرف الواحد، نسمعه ربما الآن وسمعناه قبل اجتياح تعز وقبل اجتياح عدن وقبل حتى اجتياح صنعاء وعمران، هو نفس الخطاب ذاته أن الجيش، أنت تتذكر ويتذكر معنا ربما الجميع أنه تم إسقاط المعسكر 310 الذي كان الحصن الأكبر والحامي الأكبر والبوابة الرئيسية لصنعاء، تم ترويج نفس هذا المنطقة الذي تقوله أنت الآن أن الجيش هو عبارة عن ميليشيا تابعة لحزب الإصلاح، وبناء عليه تم اقتحام المعسكر ومن ثم سقوط صنعاء والانقلاب. لمصلحة من هذا المنطقة الذي تروجه أنت الآن، من يقف وراءه وعلى أي أساس يتم تصنيف المقاومة على أساس حزبي؟ إذا أردت التبرير والمداهنة فسأقول أن ما يقوله الأخ أحمد عثمان بأن الإصلاح منخرط مثل الآخرين وكذا، الخطاب الذي أقوله هو خطاب نقدي، هو خطاب من الداخل. الإصلاح الحوثي وعفاش أعداؤنا، الحوثي وعفاش يضربوننا، لا شك في ذلك. لكن عندما يكون هناك أخطاء ولا نتحدث بها لا يعني أن عندما ننقد نرهب الآخرين بهذه الألفاظ. من انتقد أصبح عفاشيا، ومن يتحدث على أخطاء أصبح حوثيا. هذا منطق غباء مكعب. هذا المنطق لا عدا يجدي في أي مكان. لا أتهم أحد في الإرهاب، أنا لم أقول أحد إرهابي، أنا قلت أنت تحدثت عن حزب الإصلاح على أنه واقع. على أنه يعني يقع مع جماعة داعش والقاعدة بنفس المستوى. حتى تتضح الفكرة، تتضح الفكرة، سألخص لك في سطر واحد. المقاومة كجدت في تعز لا غبار عليها، مقاومة بكل المقاييس، شباب مناضلون مكافحون، إعداد نفسي ومعنوي رفيع، جسد المقاومة ناضل ويناضل ويقدم التضحيات. أتحدث عن قيادات المقاومة أو بعض قيادات المقاومة التي لا تشكل 5% 3%. لا تخلطون بين أن ننقد العصابة التي تنهب الناس والعصابة التي تسرق أموال الناس
باسم المقاومة، وهم أسماء نعرفها وموجودة على أنها قيادة في المقاومة. نتحدث عن هؤلاء، لا نتحدث عن المقاومة، نتحدث عن اغتيالات تتم وسلطة الأمر الواقع اللي هي الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم من التيار الديني يبسطون على المدينة. وأتحدى أي قناة تأتي بشفافية. طيب حزب الإصلاح، نعم أستاذ عبد الستار، حزب الإصلاح والسلفية يعني كما أشرت، يعني هل يمكن أيضا أن نسمع منك يعني الجزء المشرق في المقاومة، من هي الأطراف التي لا غبار عليها في المقاومة؟ معظم السلفيين حتى الآن لم يشاركوا في سلطة الأمر الواقع، يشاركون بإيجابية ولهم مشاركة رائعة جدا. أنا أحدد وأسمي سلطة الأمر الواقع، سلطة الأمر الواقع هي مجموعة من القيادات التابعة للتنظيم الإخوان المسلم الدولي ونفرعهم في تعز، يمسكون بالألوية الجيش باستثناء اللواء 35، هناك لواء عسكري حقيقي، ولذلك تشاهدون الفرق. سوف أعطيك مثلا بسيطا يستطيع الساكن في تعز أن يراه. عندما تخرجين من تعز في بداية الضباب حتى عدن، لأنها تحت سيطرة اللواء 35، لا تحدث إشكالية نهب واحدة ولا تقطع إلا ما ندر كجرائم عادية. لواء محكم، لواء يأتمر، له أمر، له قائد عسكري، له فصائل، له مظهر لواء. لكن عندما نتحدث عن مجاميع، يعني أنت تقصد أن اللواء، طيب بهذا حسب هذا المنطق أستاذ عبد الستار، أنت تريد أن تقول أيضا بأنه تم هيكلة الجيش في تعز بناء على بناء حزبي، وعلى هذا الأساس أنت تعتبر اللواء 35 مدرع هو يتبع أحزاب معينة؟ هذا ما أقصده. نعم نعم، هذا طيب، هذا ما أقصده تماما. طيب إذا أستاذ أحمد عثمان، أستاذ أحمد عثمان، إذا نتحدث تفاصيل محدد، والعدد أيضا ليس عددا حقيقيا. طيب أستاذ أحمد، إذا المناطق التابعة للألوية التي لم ينخرط فيها أعضاء حزب الإصلاح في المقاومة هي مناطق منفلتة أمنيا وتعاني من الجريمة والاختلالات، فيما المناطق التابعة للألوية العسكرية التابعة ربما للأحزاب الأخرى كما يحاول أن يعني يطرح الأستاذ عبد الستار، هي مناطق منضبطة وتظهر فيها مظاهر الدولة، كيف يمكن أن ترد؟ طبعا بالإضافة إلى أنه يعتبر أن حزب الإصلاح هو المسيطر الآن على القرار الأمني والعسكري في المدينة، ولذلك يتحمل مسؤولية كل المشاكل في تعز. طبعا أنا أشفق كثيرا على الأخ عبد الستار أن يصل إلى هذه الدرجة المرتبكة والمتناقضة، وكنت أتمنى أن يبقى كما كان في البداية مع المقاومة، وسمي نفسه قائد المقاومة مع أنه كان قائد المقاومة في البيت. على كل الجيش الوطني في تعز هو جيش واحد، مقاومة واحدة، لا يوجد هذا التصنيف إلا في ذهن عبد الستار وعلى شاكلته. اللواء 35 بقيادة البطل عدنان الحمادي هو مثله اللواء 17 بقيادة البطل عبد الرحمن الشمساني، واللواء 22 بقيادة البطل صادق سرحان. هؤلاء كلهم قادة، وأفراد المقاومة كلهم انخرطوا ليس على أساس حزبي، ولم ينخرط المقاومون على أساس حزبي، هذه يجب أن يعرف الناس. لكن هذه التنظيرات والمصطلحات ومصطلحات التنظيم الدولي وغير التنظيم الدولي والمصطلحات الذي لا أنزل الله من سلطان، نعرف من يعني ماذا يريد عبد الستار وماذا يتوهم. هو توهم على كل وكلام بائس. قضية أن المناطق الذي خارج المدينة ما فيهاش نهب فعلا، لأن الضباب والطريق الضباب ما فيها سكان، ولهذا ما فيش نهب ولا في مشاكل، لكن في المدينة في مشاكل والمقاومة هي في الجبهات، وهذه فعلا في هناك خلل أمني نتيجة لأن المقاومة تحارب في 30 جبهة، بينما السلطة الأمنية لم تقوم أجهزتها كما ينبغي، وحتى يعني لا يوجد معسكر أمن ولا يوجد مرتبات ولا يوجد أجهزة. هذا نعم الخلل موجود وخلل طبيعي مع هذا الحرب سنتين، لكن الأخ عبد الستار للأسف يحاول يستغلوا هذه الأحداث، وهذه بدل ما من فرد مقاومة يستغل هذه الأحداث من أجل تشويه المقاومة، تضخيم المقاومة وتصوير المقاومة أن هي التي مثلا تثير المشاكل وتثير النهب، مع أن هذه مضخمة ألف مرة. هذا التضخيم لصالح من ومن أجل من؟ كل شيء يضخم لكي يسود يعني تشوه تعز، ثم يقول يعني أنا أعمل لمصلحة تعز. أي كلام هذا وأي منطق هذا؟ الأصل أن ينخلط الناس من أجل التحرير، الناس دماءهم تسال الآن، الصحفيين ولا الشباب والناس والدكاترة تسال دماءهم منذ سنتين ونصف،
وحققوا المعجزات وحققوا الصمود المظهر التاريخي الذي يفخر به التاريخ والأجيال، ثم يأتي هذا وذاك للأسف في صورة بائسة لكي يحرضون ويقومون بالدور الذي يعجز عنه الحوثي وصالح بدور مكتمل مهما يعني كان فيه ألفاظ المطاطة وألفاظ مطلحة. لا ولا مطاطة ولا شيء، هو يتبنى نفس الخطاب تماما أستاذ أحمد، هو لا ألفاظ مطاطة ولا دبلوماسية، هو يتحدث نفس الخطاب تماما أستاذ عبد الستار. يعني إذن على هذا المنطق الذي تتبناه أنت الآن، إذن كانت قوات الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على حق عندما اقتحمت عمران وصنعاء وبالتالي بقية المحافظات، لأنها تحدثت عن نفس المنطقة التي تحدثت عنها، هل هي فعلا استشفت هذه الحقائق سلفا وفعلا قامت معاركها الوطنية التي أنت تتحدث عنها الآن؟ يا سيدتي، عندما يمارس أي فصيل أي جماعة نفس سلوك الحوثي سنخرج عليه وسنتكلم كما خرجنا ضد الحوثي. لا يعني قسم المقاومة جميل، لكن هناك جماعة تتحكم. لماذا تصرين أن تخلطي بين قسم المقاومة النظيف القوي الشريف وبين جماعة اختطفت القرار كما اختطف الحوثيون القرار؟ خرجنا ضد الحوثي وتكلمنا، وسنخرج ضد الآخرين في الوقت المناسب. نحن الآن ننصح. طيب لماذا؟ طيب أستاذ عبد الستار، طيب أستاذ عبد الستار، لماذا تقومون أنتم بهذا الدور؟ لماذا تقومون أنتم بهذا الدور؟ أنا لا أجيد هذا النوع. طيب طيب أستاذ عبد الستار، لماذا تقومون أنتم بهذا الدور طالما، ولماذا منع الحوثي من اجتياح تعز؟ ما هو كان مجتاح تعز لهذا السبب، لماذا منع على أبواب تعز؟ ما كان الحوثي والمخلوع صالح داخلين لنفس الغرض، لاجتثاث الإخوان المسلمين واجتثاث الإصلاح واجتثاث الميليشيات الموجودة ضمن تركيبة الجيش. وسنظل، تفضلي سمعت السؤال. منع الحوثي لأنه ميليشيا انقلابية يمارس على الأرض سلوك الميليشيا، فكل من سيمارس نفس الممارسة ينبغي أن نتحدث عليه. نحن لا ندعو الآن أن نقاتل إخوان المسلمين، لكن نحن نكاشف نتحدث، والإعلام والسلطة الرابعة. إذا لم نقل عبر الإعلام وعبر الواقع، ونحن نتحدث من سنة ونصف، يا قوم نحن لا عداء بيننا وبين الإخوان المسلمين ولا بيننا وبين التيار الديني. القصة أن هناك مدينة تزهق أرواحها، يعبث بمالها، يعبث بقرارها. هذا الكلام ستسمعونه من معظم الشارع. نعم نعم، اليوم ونحن وتعز تعيش هذه الجريمة المجزرة الكبيرة التي شهدتها اليوم تعز وأمس وخلال عامين هذه المجازر. ولذلك ينبغي أن هل تحتمل هذا الخطاب؟ هل تحتمل هذا المنطق؟ هل تحتمل تخوين المقاومة بهذا الشكل؟ يعني لم تتحدث ربما منذ بداية اللقاء أنت عن من يقتحم المدينة ومن يقصفها ومن يحاصرها، إلا إذا كان الإصلاح هو من يقصف تعز ويحاصرها. جميل، سؤالك جميل جدا. ينبغي كمقاومة أن نسلك أمرين اتجاهين. ميدان المعركة بكل اقتدار وبإدارة عسكرية، ليس الآن معظم الموجودين المزاحين العسكريين، وميدان الداخل هي معركة حقيقية، هي معركة، المعركة لا تجزأ. هناك معركة حقيقية في الداخل، هي معركة الأمن، هي معركة الصحة، هي معركة الإدارة، هي معركة بناء جيش وطني وليس بناء جيش حزبي. عندما يعني نقاتل الحوثيين ونقاتل صالح ونرضى بسلوكيات في الداخل نحن نرفضها منهم يكون خطأ، ولذلك نحن في أول الطريق، هناك أمل للتصحيح. أنا لا أقول هذا وأنه الأمور مغلقة، لا يزال هناك متسع من الوقت في تعز لنصلح تعز على أمرين اثنين. أولاً، إعادة النظر في المؤسسة العسكرية التي بنيت بناء حزبياً وبناءها بناء عسكرياً. ثانياً، أخذ مبدأ التوافق بين جميع المكونات السياسية كمعيار. ثالثاً، أخذ معيار الوظيفة العامة كمعيار وليس الحزبية. إذن رفض سلطة الأمر الواقع هو من أجل المقاومة، من أجل التصحيح، من أجل التغيير، ليس حقداً، ليس كما يتوهم أخي. أنا لن أدخل في شخصية أحمد عثمان وأستطيع أن آتي فيه الكثير كما حاول أن يجعل الموضوع شخصي، أنا أجعل الموضوع نقدي. هناك سلطة أمر واقع الكل يشاهدها، الكل يسمع ابتزازها يومياً، الكل يرهب منها. إذا تعالوا صحح على أي حال أستاذ عبد الستار، لا تغلقوا الأسماع، نسمع تعالوا هذا الخطاب، ننظر ما هي الاختلالات ونصلحها. نعم نعم، أنت تتحدث عن الكل، ربما هو خطاب يعني تبناها مجموعة معينة، طرف معين، توجهات معينة هي من تتبنى هذا الخطاب وليس الكل. يعني أنا هذا الطرف هو طرف الشارع،
نعم، إذا أستاذ أحمد عثمان، يعني هذا المنطقة الذي يتبناه سيد عبد الستار هو حبا في المقاومة، هو لا يشكك في نبل المقاومة وفي أهمية وجودها في هذه اللحظة، لكنه متخوف من ينخر هذه المقاومة ويحرف مسارها، وتحديدا هو تحدث أيضا مجددا عن حزب الإصلاح كأبرز ما يتهدد جسد المقاومة كما قال. نعم نعم، ومن الحب ما قتل. هناك على كل باختصار ثلاث اعداء للمقاومه في تعز: الحوثي وعلي عبد الله صالح الذين يضربون تعز كل يوم ويضربون الحاضنه الشعبيه والاطفال، والعدو الثاني والخطير هو الاله التي تستهدف الان تعز ومقاومين والجيش بالاغتيالات، والعدو الثالث هو الاله الاعلاميه التحريضيه اللي تحرض ضد المقاومه باسم المقاومه للاسف الشديد، وتستجر خطاب الحوثي وصالح ولو بتحريف بعض الالفاظ، لكنها طبعا تمثل آلة تكميليه للحوثي. لا يحاولون يتهربون، هذه آلة تخريبيه، نحن في زمن حرب. نعم استاذ احمد. صالح بكل عباره، واليوم اتضح المقال، احسن ما يتحدثوا عنه عبد الستار وغيرهم، هو ان يقول ان المقاومه هي والمقاومه مثل الحوثيين تماما، يخربون تعز، ولو بكره ممكن يقول المقاومه اردى واكثر سوءا من الحوثي للاسف. نعم استاذ عبد الستار، يعني ربما هذا الخطاب الذي تطرحه انت، يعني ولو انه كما قلنا هو خطاب الانقلابيين تماما، ايضا هناك من يستغرب ومن يشير لاطراف معينه تحاول ان تضرب تعز وتضرب مقاومه تعز سياسيا واعلاميا، ولا مجال لها ولا مساحه لها ان تضرب هذه المقاومه الا من خلال هذا الخطاب، هو السبيل الوحيد لضرب المقاومه للداخل، خطاب يخون في المقاومه، يشكك فيها ويضرب في مصداقيتها ويصنفها هذه التصنيفات التي من قبيل التصنيفات التي سمعناها منك، اضافه الى انه انت شخصيا، يعني هناك من وجه اتهامات مباشره لشخصك وللمكونات التي تبنيتها سواء مركز دراسات او يعني ملتقيات وطنيه باعتبارها هي جزء من هذه الادوات التي تنخر تعز. دعني اكمل سؤالي فقط، والتي كان اخرها المبادره المجتمعيه التي تقدم بها. نعم استاذ عبد الستار، اكمل سؤالي، اكمل سؤالي، السبب فيما نحن فيه استاذ عبد الستار، اخرها كانت المبادره المجتمعيه التي تبناها حمود الصوفي. يريد ان يقول انني اعمم على المقاومه. نعم. المقاومه قلت 99% منها جسدا جميلا، اذا كان في اشكاليه في جماعه محدده اختطفت القرار السياسي نعالج الامر. إذا كنتم تريدون أن تلصقوا أن هذا الخطاب هو خطاب عفاشي أو كذا، هذا الخطاب هو خطاب الشارع التعزي، هذا الخطاب هو خطاب الآن معظم الأحزاب على فكرة، وتستطيعون أن يعني تسمعوا منهم هذا الخطاب، أنه نحن نعاني حقيقة، مدينتنا فيها مئات المشاكل بسبب هذا التصرف، وأنت إذا أنت أستاذ عبد الستار، هذه المدينة، هذه المدينة المنكوبة، هذه الطريقة في الإدارة، ودللت على ذلك بعدم إقامة جيش حقيقي وطني، دللت على ذلك بمبالغ الجبال التي تكبى بمليارات ولا تذهب، قال مدير المالية قبل أسبوع 10% من موارد تعز تذهب للخزينة العامة و 90% لأجيوب المتنفذين. شئتم أن تقتنعوا، قد يكون خطابي هذا غير صائب، لكن غدا أؤكد لكم وبعد غدا، وأنا أتكلم من سنة في هذا المنطق، سأظل في المقاومة ناصحا أمينا أناضل وأنقد بهذه الطريقة. من أراد أن يصلح يأتي إلى البحث لنصلح المؤسسة العسكرية، التي كان اسمك وارد ليس عيب أن يكون هناك أخطاء في المقاومة أو خطايا، العيب أن نواجه كل من ينقد أنت خصمنا وعدونا وأنت عفاشي. هذا المنطق ليس منطقا أخلاقيا. طيب كيف تبرر ولا منطق حوار؟ نحن في جسد واحد، ننقد بعضنا، تباينا، اختلفنا، هناك مشاكل، أنا لم أقول أن هناك إرهابيين، قلت هناك سلطة أمر واقع تمارس أخطاء ينبغي إصلاحها، وهذه الأخطاء في حلقة قادمة أستطيع أن بالأرقام والدلائل نكشفها لكم ورقة ورقة، نجزئها الورقة الأمنية لوحدها، ولدينا مثال 10,000 فرد أمني استلموا رواتب، 3,000 مجند يعني في طريق التجنيد، 13,000 أمن ولا يوجد أمن، ما هو الخلل؟ لدينا 35,000 عسكري فرد، بينما في الجبهات ليس فيها أكثر من 3,000 لو نزلتم. إذن هناك مشكلة
لماذا نهرب من المشكلة ونحاول أن نخون بعضنا بعضا؟ أنا لا أخون، أنا أقول هناك فشل في الأداء، هناك تيار اختطف الأمر، هذا التيار مقاوم، التجمع اليمني تيار أنا أصف أنه مقاوم ولكن يمارس أخطاء، والتيار الديني مقاوم ولكن يمارس أخطاء، تعالوا بنا إلى إصلاح الشأن فقط. طيب استاذ عبد الستار، يعني انت تحدثت اولا من ناحيه بانه المشكله لا تتجاوز 1% من اصل 90% صالح، يعني ونستغرب لماذا 1% هذا اثار كل هذه القلبه واصبح هو الحديث الشارع، يعني واعتبرتم هذا 1% هو معركه رئيسيه امام معركتنا امام الانقلابيين. طيب سؤال، يعني ما مبرر وجودك في ظل هذا الخطاب الذي تتبناه أنت الآن، وجودك ضمن مبادرة مجتمعية منسوبة لصالح ولرجال صالح، يعني كيف تبرر رفضك لأبناء تعز الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع جميع المكونات في تعز، وتبنيك لمبادرة قادمة من الإمارات من رجالة صالح؟ أوكي، جميل جدا، سمعت السؤالين. السؤال الأول، كيف 3% أو 4% يعني النسبة بسيطة و 99% من جبهة القسم الفردي للشباب، أفراد رائعين، مقاومة أحسن مقاومة في الجمهورية اليمنية. القيادة هنا الخلل، ولذلك 1% إذا كان قيادة أو 4% هو بيده الكل زمام الأمر، ليس هناك حسن أداء ولا تصرف في الشأن العسكري والأمني، هذه النقطة الأولى. إذن أنا أتحدث عن قيادات، لا أتحدث عن المقاومة. المقاومة نحن منهم وأبنائنا فيهم وإخواننا وأولاد عمومتنا، ونحن في المستشفيات وفي الجبهات نزورهم بقدر ما نستطيع. لا غبار ولا تدليس على ما أقول. ماذا عن مبادرة صالح التي تبنيتها؟ هذه محاولة رخيصة لخلط الأوراق للتحريض أيضا علي، وقد حصل أن حرض علي، لكن أنا أتحدث عن قيادات وسأظل ولن نسكت. ماذا عن مبادرة المخلوع التي تبنيتها مؤخرا؟ مبرر وجودي في اللجنة المجتمعية التي شكلت كمبادرة. هذه المبادرة أولا لم أشكلها أنا دعيت لها كما دعي لها الأخ حمود سعيد المخلافي رئيس المقاومة، وكما دعي لها الأخ عبد القادر المخلافي وهو في الإصلاح، وكما دعي لها الأستاذ عبد الله النعمان، وكما دعي لها يعني حوالي 17 عضو من المقاومة، كنت أحدهم. تشاور بين شخصيات من تعز في الداخل والخارج دعوني، هل ممكن أن نتفق على اللجنة المجتمعية حتى أوضح شخصيات تعز فيها من الحوثيين المقربين منهم؟ يا سيد عبد الستار، أنا لا أسألك عن الشخصيات في داخل تعز، وإنما عن من تبنى المبادرة. كيف تثق بمن تبنى المبادرة والجميع يعرف من هذه من هذا الطرف، بينما تخون من هم في الميدان؟ طيب سأعود إليك، سأعود إليك أستاذ عبد الستار، تأخرت على الأستاذ أحمد عثمان. إذن الخطاب واضح ولا لبس فيه، الإصلاح جزء أصيل من مشاكل تعز وهو من يعرقل معركة تحرير تعز. أستاذ يعني أحمد، ما هي البدائل هنا الآن أمامكم في الإصلاح لإيجاد حلول لهذا الخطاب، لهذا المنطق ولهذا الأداء السياسي الذي يربك فعلا المشهد الميداني السليم يعني المتماهي؟ ما الذي يمكن أن تحدثوه في أدائكم السياسي لتغيير هذا المشهد السياسي في تعز والذي أحبط الرجال في الميدان الذين هم يقاتلون جنبا إلى جنب؟ طبعا استاذ، هذا الخطاب لم يثبت الرجال في الميدان، الرجال الميداني يقاتلون في وتيره عاليه، ولانهم يسمحون لهذا الخطاب لما كان هذا الصمود اكثر من سنتين ونص. الرجال في الميدان انقياء وما زالوا هم مثل تعز ومثل اليمن، هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا على عبد الستار في بدايه الحلقه، هو غير عبد الستار في نهايه الحلقه، وأرجو أن ينطلق من نهاية الحلقة لنكون معا يد واحدة، لأنه الفساد الموجود والأخطاء الموجودة جميعا نتعاون. نحن الناس ليسوا ملائكة، هناك أخطاء وهناك إرباكات وهناك كذا، لكن فرق بين أن تصيب إصلاح الأخطاء وفرق بين استهداف المقاومة وتحرير الخارج والداخل عليه، هذا أمر خطير. أما قضية إصلاح الفساد، مسح الفساد، هذا أمر جميل، وأنا أرجو أن يكون عبد الستار صورته في آخر المقابلة ينطلق منها، لأنه غيره في بداية المقاومة. أرجو أن يتبنى خطاب وطني مقاوم، لأن هذا الخطاب النزق الذي ينطلق من نزعات شخصية وغير ذلك وانتقامية ويتماهى شاء أم أبى مع الخطاب الانتقاليين، يجب أن يكف عنه على الأقل احتراما للدماء والتضحيات. طيب طيب طبعا نعم
طيب دعني اتحول استاذ عبد الستار بسؤال اخير حتى اعود لك ايضا لنختم معك. استاذ عبد الستار، تتحدث انت عن مشاكل، الجميع يعرف بان هذه المشاكل هي بحاجه لدوله قبل كل شيء. الفساد، مشاكل الفساد، مشاكل الامن، مشاكل ايضا دمج المقاومه في الجيش، جميعها هي بحاجه مبدئيا للدوله حتى تنضبط الامور، وليست بحاجه الى خلق معارك جانبيه ومعارك عبثيه تخدم الخصم الاول لتعز. اسالك هنا، انت كشخصيه تقدم نفسك بانك شخصيه وطنيه وسياسيه في تعز، ما الذي فعلته للم الشمل السياسي في تعز غير التخوين الذي نسمعه الان منك ومن يدور في هذا الفلك؟ سيدتي ممكن إعادة السؤال، الصوت خافت من لديك، سمعت جزء من السؤال. كنت أسألك بما أنك مطلع على هذه المشاكل وأنت تقدم نفسك كشخصية وطنية في تعز، لماذا لا نسمع منك خطابا للم شمل المكونات السياسية في تعز وتتبنى مشروعا وطنيا للم شمل هذه المكونات السياسية بدل خطاب التخوين الذي نسمعه منكم وممن يدور في فلككم؟ اولا، خطابي هو خطابا نقديا من داخل المقاومه، من المقاومه ذاتها، لا تخوين فيه. هناك خطايا، وانا في اول المقابله، انا قبل شهر، انا قبل سنه، كتاباتي موجوده، كلامي موجود في اليوتيوب وفي الصحف العربيه، لا شيء. ثانيا، ما يتعلق بجزئيه لماذا لا اتبنى، تبنينا بالفعل، وكنا ايضا مع الاستاذ علي المعمري تبنينا قبل ان يكون محافظا خطاب اسمه رؤيه لاصلاح المقاومه من سنه ونصف، وكنا يمكن الأخ أحمد عثمان أطلع على هذا الأمر، ولكن آذان صماء. تبنينا أيضا مشروع لإصلاح المقاومة وقدمناه مكتوبا لمجلس المقاومة من سنة، غيرنا تبنى، غيرنا تكلم، لست بمفردي أنا الذي أطرح هذا الطرح، فقط عليكم أن تخرجوا إلى النخبة في تعز، إلى السياسيين، تحدثوا مع الإخوة الاشتراكيين واسمعوا منهم، تحدثوا للإخوة الناصريين واسمعوا منهم، تحدثوا طيب لقيادات في المؤتمر الشعبي العام واسمعوا منهم، اسمعوا طيب للشارع. طيب كلمة، كلمة أخيرة أستاذ، حاولنا أن نجلس مع الإخوة، لكن في أقل من دقيقة أشكرك، متربسين إلى أبعد حد. نعم. عنزة ولو طارت هي هكذا. نعم. والأمور سابرة. أستاذ ولا أحمد عثمان، أي مشاكل، ونحن تعليق عبارة في أقل من دقيقة يعني تقلقل وتحدث الاضطراب. طيب. هذا الخطاب لن يجدي، نحن نقول هناك أخطاء، هناك خطايا حقيقية، والله أنها تستحق أن نعود ونصلح الشارع العسكري بمواصفات عسكرية، ونتفق على مبدأ توافق ملكة. أشكركم. إذن استنفذنا الوقت دون أن نستمع لكلمة أخيرة من الأستاذ أحمد عثمان، انتهى وقت البرنامج للأسف الشديد. أشكر ضيفي، كان معي من تعز الأستاذ أحمد عثمان من القاهرة، من القاهرة الأستاذ أحمد عثمان، من تعز عبد الستار الشميري. أشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتنا في هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة قادمة في نفس الموعد، في أمان الله.